عاوزين مني ايه؟ تروح لابوك وتقول له ما عايزش اروح الجامعه الامريكيه. بس انا عاوز اروح. مش معنى انت؟ انا قلت له هو وافق. واحنا مش موافقين. ليه؟ مسجنا كده. تروح وتقول له ما عايزش اروح وخليني هنا. بس انا عاوز اروح. مرعي ما تلويش معانا في الكلام. انت هتضربني ولا ايه؟ وكسر راسك. موتوا خيري؟ لا تعور. بس انا ما اقدرش ارجع لابويا وكده. هنفضل واقفين. تعالوا نشوف دكتور حماد. اقعد معاه. مرعي مرعي الأحسن يكون المسحور هيجي على ريحة الدم. قلت ما فيش حاجة تحرق قلبك كانت حرقتك على مرعي. أنا كنت متأكدة إنك عملت حاجة في أحمد. موتته، طفشته، ولقيت الفرصة قدامي، كتفته وحطيت عليه حجر ورميته في المصرف. تعور. يظهر فاق وروح. سلام انت. سلام. اخوك فين يا حماد؟ خدوا المسحور وشفته بعينه وهو بيضرب رجليه في الميه وعرفت انه عايزه طرت. هم اللي موتوه وانا فضلت ازرع الشك جواك زي ما انت زرعت المرار جواي بعد ما طفشت جوزي. خسارة نجس ايدي بدمك الزفر.
هنا انت وسط صنفك، انت ضبع على ديب على كلب على قاف على عقرب. وسط صنفك يا يرحموك ويموتوك يا كل واحد منهم هياكل حتة من روحك انت وحظك. الو يا كامل، عندك فجري في الجزيرة وشفت حاجة هتتهز كان راح. الحمد لله ربنا رحمته واسعة، وانت مبروك يا ولدي. طلعت من بطنه مية تروي غيط، فاق دقيقة وبعدها راح في النوم من تاني. يسيبه يقوم على ماله. تعال تعال استريح يا ابوي، شكلك تعبان قوي. اعمل لك فطار يا حاج؟ لا شكرا، ما تعبيش نفسك. اتعب لأعز منك يا حاج. طلع امك ومرتك فوق يا كامل. حاضر يا ابوي. اطلعي فوق يا اما انت ومنيرة عشان ابوي يرتاح. يطلع هو فوق يرتاح وينام على السرير. استغفر الله العظيم. اطلعي فوق يا اما اعملي معروف. تعالي. مالك يا ابوي؟ وجاي من فين؟ جسمك كله هيتنفض وعينيك قلقانة. من اللي شايفينه في الدنيا؟ أمر الله يا أبوي، عمتي وعمي في يوم واحد والفاعل واحد. مين يا أبوي فهمني؟ بعدين يا كامل يا ولدي بعدين. براحتك يا أبوي، أسيبك تنام. أنام كيف يا ولدي؟ منها لله. هي مين؟ بدرة. بدرة مرت عم احمد؟ عملت ايه؟ عملت اللي انت شفته. هي اللي رمت عمي وقتلت عمتك. عمتي توحيد؟ ليه؟ وفي حد في الدنيا دي يكرهها؟ اللي ما عندوش قلب يا ولدي يعمل اكتر من كده.